جزاكم الله خيرا. يقول إن أبي تركني أنا وأخ لي وإخوة بنات، وتوفي أخي وترك له أولاد وبنات، هل أولاد أخي المتوفى قبل أبي يرثون في تركة أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا ميراث لأولاد أخيك مع وجود أعمامهم، لا ميراث لهم مع وجود أعمامهم، لأن أعمامهم يحجبونهم عن الميراث.